والعيل فحمتين وجهزي العده هتوف من عينيا. مش هاكل لك لقمه الاول؟ ماليش نفس. ليه؟ مالك؟ اللي كنت خايف منه بدات بشايره تهل. خير؟ حصل ايه؟ اخويا شكري ماله؟ طالب 60,000 جنيه من حسابه. طب ما تديهم له. منين؟ ما فيش في البنك 60,000 جنيه. ما فيهوش جنيه واحد. يا لهوي، ما انا سحبت ال 250,000 جنيه للبنك، اداهم لنا سلفه بضمان المحل. وديتهم فين؟ دفعتهم للراجل الكبير لانه طالبني بيهم تاني يوم ما مات المرحوم. طب والعمل؟ مش عارف الاقيها منين ولا منين. ما تعكرش دمك، انا معايا في البنك 5,000 جنيه والصيغه بتاعتي تطلع لها كمان ب5. خدهم. اصيله رؤى، كلك ودعه. كله من خيرك يا سي كمال، ربنا ما يحرمنيش منك. خلي فلوسك معاكي. اخص عليك، فلوسي هي فلوسك. لما احتاجهم هقولك.